الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفة وبعد. فهذه محاضرات في اللغة العربية لطلاب الفرقة الثانية من المراكز الثقافية لإعداد محفظي القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف. مشاهدي الكرام، بادئ ذي بدء لابد أن نعلم أن اللغة العربية هي مفتاح كل خير، هي مفتاح التفقه في الدين، ولن يفقه الدين من لم يفقه العربية. ذلك لأن اللغة العربية هي الوسيلة لفهم القرآن الكريم وفهم سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الموضوعات المقررة على طلاب الفرقة الثانية منتقاة من كتاب التحفة السنية في شرح الآج الرومية لشيخنا وشيخ النحويين وشيخ المحققين العلامة البحر فضيلة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تبارك وتعالى، وأسكنه فسيح جناته على ما بذله من جهد في خدمة العربية. والشيخ محمد محي الدين عبد الحميد له جهود كبيرة في خدمة اللغة العربية، فهو الذي شرح الآج الرومية وسماها التحفة السنية، وهو الذي حقق كتاب أوضح المسالك، وله عليه تعليقات، وكذلك شرح الأشموني، وكذلك شرح شذور الذهب وغيرها من الكتب النافعة. أحبابنا الكرام، أول ما نبدأ به هذه المحاضرات هو علامات الاسم والفعل والحرف. أي كلمة في العربية تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، أي كلمة لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. وفهمنا للنحو يبدأ من فهمنا لأقسام الكلم، فالكلمة اسم أو فعل أو حرف. ترى ما تعريف الاسم؟ الاسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، سواء كانت اسم إنسان مثل أحمد، أو حيوان مثل أسد، أو نبات مثل قمح، أو جماد مثل مكتب. هذا هو تعريف الاسم، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. عندما مثلا ننظر إلى كلمة أحمد نجد أنها دلت على معنى في نفسها وهو الحمد مثلا، لكن ليس فيها ما يشير إلى زمن. كذلك كلمة أسد، كذلك كلمة قمح، كذلك كلمة مكتب، كل هذه الكلمات دلت على معاني في نفسها ولم تقترن بزمن. الفعل عكس ذلك، كلمة دلت على معنى في نفسها لكن اقترنت بزمن معين، سواء كان زمن الماضي أو المضارع أو الأمر. فعندنا الفعل أحبابنا الكرام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الفعل إما ماضي وإما مضارع وإما أمر. الماضي ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم، يعني أنا عندما أقول كتب هذه الكلمة دلت على حدوث شيء وهو الكتابة. قبل زمن التكلم، يعني قبل أن أنطق بكلمة كتب كانت هذه الكتابة قد حدثت، فهذا نطلق عليه زمن ماضي دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم. طيب زمن المضارع ما دل على حدوث شيء في زمن التكلم، يعني الآن أو بعد زمن التكلم.
يعني عندما أقول محمد يكتب الآن، محمد سيكتب، محمد سوف يكتب. كلمة يكتب هذه فعل مضارع، لماذا؟ لأنها دلت على حدوث الكتابة في الزمن الحالي، ودل على ذلك كلمة الآن. طيب لو أدخلنا على هذا الفعل السين أو سوف، جعل دلالة هذا الفعل للاستقبال، محمد سيكتب يعني في المستقبل وليس الآن، محمد سوف يكتب في المستقبل. طيب فعل الأمر أحبابنا الكرام هو ما دل على طلب حصول شيء بعد زمن التكلم، يعني عندما أقول أكتب هذا فعل أمر دل على حدوث أو طلب الكتابة في الزمن المستقبل، ليس في الزمن الماضي وليس في الزمن الحال، وإنما في الزمن المستقبل يعني بعد زمن التكلم. يبقى إذن الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن معين، إما ماض أو مضارع أو أمر. طيب الحرف هو كلمة دلت على معنى ليس في نفسها وإنما في غيرها، يعني مثلا كلمة من، كلمة من حرف جر، عندما أقول من هذا حرف جر، لكن لا يتضح معناه إلا إذا أدخلته في جملة، إلا إذا أدخلته في جملة، يعني كقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من هنا لم تفد معنى إلا بعد إدخالها في تركيب في جملة، إذن الحرف لا يدل على معنى في نفسه وإنما يدل على معنى في غيره بعد أن يدخل في التركيب أو في الجملة. ماذا أفادت كلمة من هنا؟ أفادت ابتداء الغاية المكانية، يعني ابتداء الإسراء كان من المسجد الحرام وانتهى عند المسجد الأقصى. هذا بالنسبة لتعريف الحرف وتعريف الفعل وتعريف الاسم. قد يقول قائل يا دكتور هل هناك علامات أستطيع أن أميز بها بين الاسم والفعل والحرف؟ نعم، الاسم له علامات، من هذه العلامات الجر. الجر هو عبارة عن الكسرة التي يحدثها عامل الجر أو ما ينوب عنها، يعني عندما تجد كلمة مجرورة بالكسرة أو ما ينوب عنها فاحكم عليها بأنها اسم. ذهبت إلى الجامعة، نظرت إلى الطالبين. فكلمة الجامعة ما الذي دل على اسميتها؟ دخول حرف الجر عليها وكونها مجرورة بالكسرة. كذلك نظرت إلى الطالبين، مجرورة بالياء لأنها مثنى. فعلامة اسمية هاتين الكلمتين أنهما مجرورتان بالكسرة أو ما ينوب عنها كالياء، وكذلك سلمت على أبيك. أيضا كلمة أبيك اسم، ما الدليل، ما العلامة التي عرفتني بأنها اسم؟ هو كونها مجرورة بالياء طبعا لأنها من الأسماء الستة كما سنعرف لاحقا. يبقى إذن أول علامة من علامات الاسم الجر، فإذا ما رأيت كلمة مجرورة بالكسرة أو ما ينوب عنها فاحكم عليها بأنها اسم، لأن الجر
لا يدخل الفعل ولا الحرف. أنت لا تجد أبدا فعل مجرور، لا تجد مثلا من قال، ولا تجد أيضا حرف مجرور، يعني حرف جر يدخل على حرف جر مثلا، من إلى. إذن الجر مختص بالأسماء فقط، واضح؟ طيب ما العلامة؟ هل هناك علامة ثانية أيضا تعرفني أو تدلني على أن هذه الكلمة اسم؟ نعم، التنوين. التنوين علامة من علامات الأسماء، لأن التنوين لا يدخل لا على الفعل أيضا ولا على الحرف. كيف ذلك؟ عندما أقول وجاء رجل من أقصى المدينة، كلمة رجل اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. ما الدليل على اسميتها؟ ما العلامة التي فيها؟ التنوين. التنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، يعني في النطق فقط وليس في الكتابة، تمام؟ هذا التنوين خاص بالاسم، لا يدخل على الفعل، يعني حضرتك لا تجد فعلا منونا، ما ينفعش أقول قالا أو قال مثلا، ولن تجد أيضا حرفا منونا، ما فيش حرف مثلا زي من، أقول إيه من مثلا أو من وهكذا. يبقى إذن التنوين خاص بالأسماء. العلامة الثالثة أيضا ال، دخول ال على الكلمة يدل على اسميتها، كما في قوله تعالى وكتبنا عليها عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية. كلمة النفس وكلمة العين اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. ما الدليل على اسميتها؟ دخول ال عليها، لأن ال لا تدخل على الفعل، فلا يصح أن أقول ال قال ولا ال ضربا، تمام؟ وكذلك ال لا تدخل على الحرف، فلا يصح أن أقول ال من ولا ال على. إذن هذه الأشياء وهي الجر والتنوين وال كلها علامات تختص بالأسماء ولا تدخل على الأفعال ولا الحروف. نأتي بعد ذلك لعلامات الفعل. هل هناك يا دكتور علامات للفعل أستطيع أن أميزه بها عن غيره من الكلمات؟ نعم، أول علامة من علامات الفعل دخول قد عليه. قد هذه تدخل على الفعل الماضي والمضارع، إن دخلت على الماضي فهي إما للتقريب، عندما أقول قد قامت الصلاة يعني قرب وقت إقامة الصلاة، تمام، أو للتحقيق، قد أفلح المؤمنون. وإذا دخلت على المضارع فهي أيضا إما للتقليل أو التكثير، إذا دخلت على المضارع إما للتقليل أو التكثير. التقليل مثل قد ينجح البليد، والتكسير قد ينال المجتهد بغيته. فالواقع والمنطق يقول بأن المجتهد كثيرا ما ينال بغيته، فهذا تكسير، والواقع يقول أن البليد قليلا ما ينجح، يعني نادرا ما ينجح. يبقى قد من علامات الأفعال، فإذا ما رأيت كلمة
قد دخل عليها حرف قد فاحكم عليها بأنها فعل، لأن هذا الحرف هو قد لا يدخل على الاسم. يعني لن تجد مثلا قد رجل، ولن تدخل أيضا قد هذه على حرف، ما ينفعش نقول إيه قد من ولا قد على. يبقى إذن قد هذه تختص بالفعل. أيضا السين وسوف، السين وسوف من العلامات التي تختص بالفعل المضارع. لكن ما الفارق بينهما أحبابنا الكرام؟ السين وسوف، السين للمستقبل القريب، وسوف للمستقبل البعيد. يعني أقول سأزورك بعد يومين، لأن هذا مستقبل قريب بعد يومين. لكن سوف أزورك بعد شهر. فالسين وسوف من العلامات التي تختص بالأفعال، لكن الفارق بينهما في المعنى، أن السين للمستقبل القريب وسوف للمستقبل البعيد. كذلك لم من العلامات التي تدل على فعلية الكلمة، فلم هذه لا تدخل على الاسم. ما ينفعش أقول لم محمد، وكذلك لا تدخل على الحرف. ما ينفعش أقول لم على ولا لم إلى. يبقى إذن هذه علامات تختص بالدخول على الأفعال، قد، السين، سوف، لم. تاء التأنيث الساكنة، عندما أقول أو عندما يقول ربنا جل وعلا وقالت امرأة العزيز، وقالت امرأة العزيز، قالت هي في الأصل قالت بتسكين التاء، لكن حركت لالتقاء الساكنين، حركت هذه التاء لالتقاء الساكنين. طبعا تاء التأنيث الساكنة هذه لا تدخل إلا على الفعل، فلا تدخل على الاسم ولا تدخل على الحرف. طيب بقي من علامات الأفعال علامات فعل الأمر. فعل الأمر علامته أحبابنا الكرام أن يدل على الطلب وأن يقبل ياء المخاطبة. يعني مثلا عندما أقول أكتب، هذا فعل أمر. طيب ما علامته؟ أن يقبل ياء المخاطبة وأن يدل على الطلب. طيب أكتب دل على الطلب، لأنني أطلب منه أن يكتب. طيب هل يقبل ياء المخاطبة؟ نعم يقبل ياء المخاطبة، فأقول اكتبي. وكذلك يقبل نون التوكيد، اكتبن. تمام. يبقى إذن علامات الأفعال أحبابنا الكرام قد والسين وسوف ولم وتاء التأنيث الساكنة، وكذلك من علامات فعل الأمر الدلالة على الطلب وقبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد. طيب نأتي إلى الحرف. هل الحرف له علامة؟ الحرف ليس له علامة. الحرف علامته هو أنه لا يقبل شيئا من علامات الأسماء ولا من علامات الأفعال. هذه هي علامة الحرف. فإذا ما وجدت كلمة لم تقبل شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال فاحكم عليها بأنها حرف. تمام. طيب نحن قلنا أحبابنا الكرام أن من علامات الاسم الجر. طب ما هي حروف الجر؟ حروف الجر في اللغة العربية كثيرة جدا. تمام.
حروف الجر كثيرة، منها من وإلى وعن وعلى واللام وواو القسم وباء القسم وتاء القسم. طيب من هذه كما قلنا أن معنى الحرف لا يظهر إلا في غيره، يعني لا يظهر في نفسه إنما يظهر في غيره من الكلمات. فكلمة من تفيد معنى الابتداء لكن بعد أن تدخل في جملة، تمام؟ يعني عندما يقول ربنا جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني من حتى تنفقوا بعض ما تحبون، يبقى فادت هنا إيه؟ التبعيض. طيب ذهبت من المدرسة إلى البيت، ذهبت من المدرسة إلى البيت، معنى إلى في هذه الجملة أفادت انتهاء الغاية، يعني الذهاب أو ذهابي هذا انتهى إلى البيت، بدأ من المدرسة وانتهى إلى البيت. طبعا تفيد معنى المجاوزة، عندما أقول رميت السهم عن القوس، يعني رميت السهم مجاوزا ومتعديا القوس. على تفيد معنى الاستعلاء والفوقية، وضحت الكتاب على المكتب يعني فوق المكتب. اللام تفيد الملك أو الاختصاص أو الاستحقاق، تفيد الملك إذا وقع بين ذاتين ودخلت على ما يتصور منه الملك، الملك يعني مثلا القلم لمحمد، اللام هنا أفادت الملك لأنها دخلت بين ذاتين، فالقلم اسم ذات ومحمد اسم ذات، ومحمد ممن يتملك الشيء لأنه شيء عاقل، تمام؟ طيب فهنا معنى اللام الملك، تسمى لام الملك. طيب الحصير للمسجد، هنا أفادت الاختصاص. متى تفيد اللام الاختصاص؟ إذا وقع بين ذاتين، تمام؟ إذا وقع بين ذات بين اسم ذات واسم ذات آخر، خلاص، لكن لا يتصور منه التملك، ما ينفعش أقول إن هو يتملك، أقول الحصير مختص بالمسجد وليس ملكا للمسجد. طيب الاستحقاق إذا وقع بين اسم معنى واسم ذات، عندما أقول الحمد لله يعني الحمد مستحق لله تعالى. طيب واو القسم يا حضرات، واو القسم هذه من حروف الجر، تدخل على، لا تدخل إلا على اسم الظاهر فقط، لا تدخل على ضمير، تمام؟ يعني أقول والله والليل إذا يغشى والضحى والفجر، تدخل على اسم ظاهر لا على ضمير. تباء القسم تدخل على الظاهر والضمير معا، ولذلك هي الحرف الوحيد الذي يمكن أن يظهر معه فعل القسم، يعني يجوز لك أن تقول أقسم بالله، تمام؟ لكن لا يجوز إظهار فعل القسم مع بقية حروف القسم الأخرى. تاء القسم لا تدخل إلا على لفظ الجلالة فقط، تختص بلفظ الجلالة فقط، أقول تالله كما قال ربنا وتالله لأكيدن أصنامكم. إذن أحبابنا الكرام في هذا الدرس تعرفنا على معنى الاسم ومعنى الفعل ومعنى الحرف وعلامات كل منهم،
وقلنا إن من علامات الاسم الجر والتنوين وال، ومن علامات الفعل قد والسين وسوف ولم وتاء التأنيث الساكنة، وبالنسبة لفعل الأمر الدلالة على الطلب وقبوله ياء المخاطبة. وقلنا علامة الحرف أنه لا يقبل شيئا من علامات الأسماء ولا من علامات الأفعال. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا، وهو الاسم والفعل والحرف وعلامات كل منها.